وينضم معنا للحديث عن حملات المقاطعة للمنتجات الفرنسية وسط إصرار الرئيس الفرنسي على نشر الرسومات المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم من إسطنبول يوسف كاتب أوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي. أهلا ومرحبا بك. مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. أهلا بك. نبدأ أستاذ يوسف من رسالة فرنسا لبعض الحكومات بثني شعوبها إلى إنهاء حملة المقاطعة، إلى أي مدى يمكن القول أن حملة المقاطعة أرعبت فرنسا؟ يا سيدي، العجب عجب اسمعه من هذه الدولة التي أصبحت الآن يعني دولة منبوذة بكل معنى المقاييس، هي ورئيسها ومنتجاتها. يعني كيف يعني بداية إذا أردت أن تطاع فأمر بأن يكون هنالك تعديل للأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها. نجد بأن فرنسا والرئيس الفرنسي لم يعتذر للشعوب المسلمة ولم يعتذر عما بدر منه من صفاقة وما بدر منه من تجاوز لكل الأداب المعروفة في التعاملات، استهداف الدين الإسلامي واستهداف النبي محمد صلى الله عليه وسلم برسوم كاريكاتيرية ما تزال إلى الآن موجودة ويتم الدفاع عنها، ثم يتم التوقع بأن يتم العدول عن مقاطعة المنتجات الفرنسية. كلا، هذا أمر غير منطقي وغير واقعي، ولا أتوقع بأن سيكون هنالك رجوع عن ذلك. بالعكس تماما، سيكون هنالك ازدياد أكبر وسيكون هنالك زخم أكبر ودعم أكثر. اليوم تركيا بادرت بتلبية نداء رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في أن يكون هنالك مقاطعة شاملة لكل المنتجات الفرنسية والشركات الفرنسية والعدول عنها والاستعاضة عنها بشركات أخرى. أتوقع بأن ماكرون أخطأ خطأ جسيما، وهو الآن أصبح يحاول كالديك المذبوح أن ينقذ نفسه، ولكنه يغطس في الوحل أكثر وأكثر، وأضر شعبه وأضر بلده من خلال مغامرات غير محسوبة من خلال قرارات سياسية خاطئة. توجه تركيا نحو المقاطعة بعد التصريحات التي وجهها الطيب أردوغان لماكرون، كيف ستنعكس على حملات المقاطعة؟ ستنعكس بشكل كبير جدا. لا ننسى بأن تركيا ذات كثافة سكانية عالية، 83 مليون على قلب رجل واحد. القضايا الدينية تمس ليس فقط تركيا والأتراك، وإنما تمس أيضا كل مسلم غيور على دينه وعلى نبيه، ولدينا أكثر من 12 مليون مسلم غير تركي مقيمين في تركيا أيضا. لذلك الكثير من الضغط سيكون من قبل تركيا والشعب التركي والشعب المسلم المقيم في تركيا، وهذا سيعجل ويدفع بالضغط أكثر على أن يكون هنالك نتائج سلبية وكارثية على الاقتصاد التركي، هذا من ناحية الأفراد والمستهلكين. أما من ناحية الشركات فتركيا لا ننسى لأن لديها الكثير من الشركات في كثير من المجالات الحيوية. إذا ما تم مقاطعة هذه الشركات وهذه المجالات فسيكون هناك انتكاسة حقيقية للاقتصاد الفرنسي من خلال هذه المقاطعة. نعم، أتوقع بأن ماكرون لعب بالنار وأنه سيدفع ضريبة ذلك باهظا. ماكرون يعني برر نشر هذه الرسوم التي أساءت إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أنها تأتي في سياق حرية التعبير، هل ما يجري بالفعل هو حرية للتعبير؟ يا سيدي، هذا كلام لا يمكن القبول منه. أي حرية للتعبير في حال في ظل استهداف الرموز الدينية؟ أي حرية للتعبير في ظل استفزاز لأكثر من 2 مليار مسلم؟ يا سيدي، لا يمكن الحديث عن حرية التعبير. حرية التعبير لا تجيز لك الاعتداء على المقدسات والأديان، ويجب أن يكون هنالك أساليب رادعة. تخيل لو كان هنالك العكس تماما، أن لو قامت دولة مثل تركيا وقامت هي بالعكس وقامت بالاستهزاء بالمقدسات للآخرين، رأيت الدنيا تقوم ولا تقعد. الآن يتم استهداف الدين الإسلامي وليس المسلمين فقط، الدين الإسلامي ورموزه المتمثلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن السكوت عنه ولا علاقة لحرية التعبير به. هذا عبارة عن استفزاز حقيقي، وعبارة عن شيطنة، وعبارة عن محاولة تأجيج الموقف والهروب من المسؤوليات الحقيقية التي فشل فيها ماكرون أمام شعبه، ومحاولة تغطية فشله بفتح ملفات أخرى وتهييج اليمين المتطرف
ضد المسلمين وضد الإسلام، وأتوقع بأنه وقع في وحلة. أستاذ يوسف، السؤال الأهم هنا، لماذا يعني انتقاد بعض الرموز مثلا إن كانت كنسية تعتبر معاداة للسامية، أو يعني انتقاد أي شعب تعتبر معاداة للسامية وتنتقد وتقوم الدنيا ولا تقعد دوليا، لكن معاداة دين كامل وخصوصا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، أتكلم عن الدين الإسلامي، هنا يتكلم العالم عن حرية التعبير. يا سيدي، عندما يسكت الحكام، وعندما يصمت المسؤولون، وعندما يتراجع ذوي أصحاب القرار عن نصرة دينهم، يتجرأ الآخرون التافهون ليقوموا بعمل ما قام به ماكرون. يجب أن لا يتم الصمت، يجب أن يكون هنالك أن تصدح الأبواق الحق من المسؤولين مباشرة، وبالتالي من يستهجن ومن يعيب على أردوغان ما قاله عن ماكرون بأن به لوثة عقلية والأصل به أن يذهب لمعاينة عقله، نجد أن لم أحد يدعم هذا ولم يهاجم أحد ماكرون. وبالتالي إذا لم تصبح بالحق ورضيت أن يكون هناك صمتا، فلا تتوقع من الآخرين إلا أن يقوموا بأكثر مما قاموا به. الكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ يوسف كاتب أوغلو، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.